بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس 13 في قراءة المختصر في تفسير القرآن الكريم، تصنيف جماعة من علماء التفسير بإشراف مركز تفسير الدراسات القرآنية. وانتهينا عند قوله تعالى من سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. أي يخبر تعالى يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل. ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله. قوله: كانوا لا يتناهون عن منكر، أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكابه المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقتلفونه من المعاصي والمنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليهم لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر. فعدم الأمر والنهي والتناهي هذا من فعل اليهود، وهذا يورث الغضب، غضب الله. قوله: ترى كثيرا منهم الآية، أي تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادونك ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. قوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي الآية، أي لو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء. ما عندك؟ صفحة 121. مش عدد ها؟ أصبر وهذه كم؟ ها؟ 17. أيوة، هي هذه وهذيك 23. أعوذ بالله. أيوة خلاص؟ أيوة في الآية 81: ولو كان هؤلاء اليهود، أي ولو كان هؤلاء اليهود اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء، ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أي لتجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود، لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله. ولتجدن أقربهم مودة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادا
وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه. فأقرب الناس للمؤمنين النصارى لما فيه من علماء وعباد، أما أشدهم عداوة للمؤمنين اليهود والمشركون. قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الآية، أي وهؤلاء يعني النصارى كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق، لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة. من فوائد الآيات أولا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للعن والطرد من رحمة الله تعالى. ثانيا من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وبالتالي من علامات النفاق وعلامات الكفر الحب في الكفر والبغض في الكفر، أو عدم المحبة في الله وعدم البغض في الله، فهذا يعارض. ثالثا موالاة أعداء الله توجب غضب الله على فاعلها. رابعا شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام، وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه دين الحق. هذا الموضع السابع الذي يذكر فيه تعالى الثامن حال بعض الحال الحسن لبعض هؤلاء. قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق الآية، أي قول هؤلاء العلماء والعباد من النصارى، أي وأي سبب هم يقولون، وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه. وهكذا ينبغي أن يكون حالنا مع الحق إذا جاءنا. أحيانا فالإنسان قد يقع الخلاف في المسألة وفي الآراء وفي الأقوال وفي مسائل الدين والفقه، والإنسان قد يكون متبعا لقول، فإذا جاءك الحق تتبعه، إذا قامت الحجة تتبعها، ولا يبقى الإنسان متمسكا برأيه وبما كان عليه ويرى أنه إذا عاد إلى قول غيره فذلك منقصة فيه. هذه الآية تبين هذا الأصل، وما لنا أن لا نعود إلى الحق وإلى الراجح وإلى القول الصواب وقد قامت أدلته وقامت حجته، والحال أننا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة وأن يوفقنا للصواب وللاهتداء إلى الصراط المستقيم، فلا يكون المانع من اتباع الحق. قوله فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار الآية، أي فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار، جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط. قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبدا. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا، الآية أي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تحرموها تزغدا أو تعبدا
ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم. فالحلال لا يجوز تحريمه ولا يجوز تجاوز الحد في الحرام، فكما أنك لا تجاوز الحد في الحلال لا تجاوز الحد في الحرام، تحرم على الناس ما أحل الله لهم، هذا لا يجوز. الرهبنة هذه ليست في دين الإسلام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية، أي أو قبل ذلك: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا، لا إن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم أحد ثلاثة أشياء، على التخيير، وهي يعني لغو اليمين غير مؤاخذ الذي يقتل الإنسان، والله غلط يأكل، والله غلط ريح، والله غلط تشرب قهوة، والله هذا لغو اليمين، هذا غير مؤاخذ. وأيضا لغو اليمين ذكرناه أيضا في دروس سبقت، مجالس سبقت، الإنسان يحلف على الشيء يظنه هكذا وهو على العكس، أو يحلف أنه ليس هكذا وهو كذا. يعني فلان من الناس سافر، تقول: لا والله ما سافر، شفته، وأنت تخايلته، هذا لغو. أو تقول العكس: والله غير سافر، وماذا؟ لم يسافر، هذا من اللغو، داخل في اللغو. فاليمين الذي يؤاخذ الذي عزمت عليه، حلفت قصدا، فهذا كفارته ثلاث. عندنا يمين البر ويمين الحنيث. يمين البر أن تحلف أن تفعل شيء، أن تفعل شيء، فيجب أن تفعل، لابد أن تبر بيمينك. والحنث الحلف أن لا تفعل فتفعل، تقول: حنثت، حنثت. ما هي الكفارة؟ على التخيير، هي إطعام 10 مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم، لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة، أو اعتاق رقبة مؤمنة على الصحيح، أو عتق رقبة، لكن جاءت الأدلة العامة على أن هذه الرقبة المطلقة هنا مقيدة بأدلة أخرى بالإيمان، فأنت مخير بين هذه الثلاثة. الإطعام نصف صاع، إما نيئ غير مطبوخ وإما مطبوخ، أو إن شئت تكسوهم. فكسوة الرجل ماذا؟ رداء وإزار ورداء، إزار ورداء، أو قميص تحته ما يستره، أو سروال وما يستر أعلى البدن. والمرأة خمار وذرع سابغ، أو تعتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام 3 أيام. إذا كان عجز ما عندوش المال باش يحل رقبة ولا باش يطعم ولا باش يكسو، إذا لم يجد، فمن لم يجد هنا يروح صيام. احنا مباشرة يقول كفرت يمين تصوم 3 أيام، لا، إذا عجز عند ذلك ينطلق. أيوه، صائر بصيام 3 أيام. هم لم يذكروا هنا هل هذه الأيام متتابعة أو لا، والأقرب أنها متتابعة. نعم، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون، إذا أقسمتم بالله وحنثتم. وصونوا أيمانكم، أي احفظوها عن الحلف بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء خيرا، فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم كما بين الله لكم كفارة اليمين، يبين الله لكم أحكامه المبينة
للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين أن لا تكثر من القسم وأن لا تحلف، وإذا حلفت أن تلتزم بالحلف، وإذا لم تلتزم بالحلف فكفر عن يمينك، إلا إذا حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه فافعل ما هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه فآت الذي هو خير وأكفر عن يمينه. قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس وسم من عمل الشيطان الآية، أي يا أيها الذين آمنوا إنما المسكر الذي يذهب العقل، والمسكر كل ما غطى العقل، وما أسكر كثيره فقليل حرام، الذي يذهب العقل، والقمار المشتمل على عوض من الجانبين. القمار وين يكون؟ في المسابقة والمنافسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سابق أو لا سبق تسابق إلا في ثلاث: في نصل أو حافل أو خف. النصل الرمي، والحافر الجري على الخيل، أو حافل أو خف اللي هو على الإبل، كذلك المسابقة على الإبل أو العدو. فالتسابق في هذا جائز، التسابق في هذا جائز بعوض وبغير عوض، بعوض وبغير عوض. الجواز كيف؟ أن يكون المتسابق، أن لا يكون المتسابق هو الذي يضع العوض. فإذا كان متسابق، فإذا كان هناك متسابقان، العوض يضعه غيرهم، يضع مال غيرهم، لا يضعه كلاهما، واضح؟ فالعوض يكون من غيرهم. نعم. هل يلحق بهذه ما كان من قبيل ذلك كالتقوي على الجهاد؟ فيلحق بهذا. المسابقة في غير هذه الثلاثة، المسابقة في غير الثلاثة، أما بغير عوض فجائز، بغير عوض فجائز، وأما بعوض فمحل خلاف، لكن إذا خلت من القمار لا بأس بها، خاصة إذا كان فيه التقوي على الطاعة، التقوي على الطاعة. طيب، قال: والقمار المشتمل على عوض من الجانبين، والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها، والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب. قداح كيسان ثلاثة يحطها ويدير الورقة تحت، افعل لا تفعل، والأخر فارغ ويخلط وبعدين يفعل، افعل يدير هذاك الشيء، لا تفعل ما يديرش هذاك الشيء، يقول لك ماهوش مربوح. الفرد الكاس اللي فارغ يعاود، هذا من التطير المنهي عنه. كل ذلك إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة. من فوائد الآيات الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث. الإنسان يجتهد في أن يأكل الطيب الحلال. ثانيا، عدم المؤاخذة على الحلف عن غير عزم للقلب، والمؤاخذة على ما كان عن عزم القلب ليفعلن يمين البر أو لا يفعلن يمين الحنف. ثالثا بيان أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، الإطعام والكسوة من أصل ما تطعمون أهلكم، الإطعام يعني. فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الإتيان بواحد من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه بصيام 3 أيام، قلنا الأظهر والراجح أنها متتابعة. رابعا، قوله تعالى: إنما الخمر الآية هي آخر آية نزلت في الخمر، وهي نص في تحريمه، نص في تحريمه، وذكرنا أن الآية تضمنت 9
أمور تدل على التحريم. أول آية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وثانيها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وثالثها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنها في الناس. ورابعها التي نصت على التحريم هذه الآية. قالوا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر الآية، أي إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب، والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهوا. وين مواضع التحريم الخمر؟ شوف، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. أولا قرنها بالمحرمات: القمار، الأنصاب والأوثان، الأزلام اللي هو التطير المحرم، قرنها بالمحرمات، سماها رجس من عمل الشيطان، اجتنبوه أي اتركوه لعلكم تفلحون، رتب على تركه الفلاح، فدل أن تركه واجب. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، يعني في ذلك عداوة، والبغضاء في الخمس، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا، استفهام للأمر. إذن 10 أمور في هاتين الآيتين تدل على تحريم الخمر. قالوا تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن، هذا خارج والإثم خارج. نعم. إيه، في الآية الأخرى فيهما إثم كبير، لكن هذا خارج. إحنا نقصد هنا الآية، هنا نقصد هنا الخمر في آيتين، في هاتين الآيتين. أما خارج موجود، فكالآية هذه، لأنه قال عز وجل قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما إثم، والله تبارك وتعالى ذكر أنه حرم الإثم، هذا داخل فيه، وفي أدلة أخرى أيضا، لكن في الآيتين هذه الأشر مواضيع. ممكن من يزعم أنه ما خلش حرم حرم، أي نعم. قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الآية أي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة، فإن أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه، وقد بلغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها. ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، فنزلت الآية التالية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، الآية. قال يا رسول الله أناس ماتوا وهي في بطونه، فنزلت الآية، أي ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها إذا اجتنبوا المحرمات. زيد. متيقن سخط الله. أي نعم. ليس على الذين آمنوا متقين سخط الله عليهم، مؤمنين به، قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه، والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه، لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه. في زمن عمر الخطاب بعضهم شرب الخمر، فشرب الخمر وتأول الآية، فلما جاء به إلى عمر قال: ما حملك؟ فقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح
فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قالوا اتقينا وآمنا وأحسنا فأمر أن يجليهم. قال لو أنهم اتقوا لما شربوا، لو أنهم اتقوا ما شربوا. فلم يقبل منهم هذا التأويل، لم يقبل منهم التأويل وجلدوا الحد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد الآية، أي يا أيها الذين آمنوا لا يختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون. وتعرف الصحابة في ذلك الزمان كان ماذا الصيد البري بالنسبة لهم؟ يعني من 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 الأمور التي يعني حياتهم، ها هو زادهم. يعني الآن يعني ما تخرج من من المسجد ما تفتح الجوال تشوف شكون الرسائل وال ها الرسائل الجديدة وش عندك في الواتس والتليجرام وكذا والهواية واليوتيوب هذه بلوى، ها بلوى عند كثير من الناس. فهم كان الصيد يعني أيوة، فكيف هو يحرم ويشوف ذاك الغزال يدور قدامه كيف يا؟ فهذا اختبار. وأنتم محرمون لا يختبرنكم بشيء يسوق إليكم الصيد البري وأنتم محرمون تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد. وإلا فالله تعالى يعلم. قال كيف تركتم عبادي وهو يعلم. قال ماذا يسألون وهو يعلم، ومن ماذا يتعوذون وهو يعلم سبحانه. ولكن هذا العلم الذي قيل هنا ليعلم علم إظهار، ومن فوائده أن يظهر للملائكة. قال إني أعلم ما. قال كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فإذا يعلم الملائكة هذا الذي قالوه. نعم. قال ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد. من يخاف بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله. فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة لارتكابه ما نهى الله عنه. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية، أي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البرية وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر والغنم يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم، أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم لكل فقير نصف صاع، أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام، كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله. تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذب ولا ذلك، والله قوي منيع عزيز ذو انتقام. ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانع. إذن من اعتدى وقتل الصيد ماذا يجب عليه؟ يجب عليه جزاء مثل ما قتل. نعم، الذي قتله واصطاده نشوف ما الذي يشبهه من الإبل أو البقر أو الغنم. هنا عندنا ثلاث حالات. حالة حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نغيرها كما حكم في الضبع بالشاة، وحالة حكم فيها الصحابة واتفقوا فلا نحيد عنها، وحالة غيرها. فهنا يأتي فقيهان عدلان يجتهدان هذا الذي قتله أو اصطاده ما الذي يشبهه من الأنعام سواء في الحجم
أو طريقة الأكل أو الاجترار أو غير ذلك، فيقولون فيه شاة أو فيه بقرة أو فيه ناقة. طيب، أو قال هديا بالغ الكعبة، يبات الكعبة يذبح هناك ويوزع لفقراء مكة، أو كفارة طعام مساكين. هذا الذي نزمته شاة، الشاة هذه كم فيها من صاع؟ كم فيها من صاع؟ فيها كذا صاع. إذن يوكل عدد المساكين، كل مسكين نصف صاع. ها؟ قال كل قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء مكة. يعني هذه الشاة كم تقدر طعاما؟ تقدر طعاما بكذا، ويتوزع على الفقراء لكل مسكين نصف صاع. أو كم من صاع؟ جابت 100 صاع. كم فيها من نصف؟ 200 نصف. إذن يصوم 200 يوم، يصوم 200. واضح؟ هذا ليذوق وبال أمره. من فوائد الآيات عدم مؤاخذة الشخص بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه، هذا أولا. ثانيا تحريم الصيد على المحرم بالحج أو العمرة وبيان كفارة قتله. ثالثا من حكمة الله في التحريم ابتلاء عباده وتمحيصهم، وفي الكفارة الردع والزجر. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، الآية، أي أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذفه البحر لكم حيا أو ميتا، منفعة لمن كان منكم مقيما أو مسافرا ويتزود به. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم صيدا، حرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، الآية، أي جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس به تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة، ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه. وجعل أشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدي والقلائد والمشعرة والهدي والقلائد المشعرة. والهدي والقلائد المشعرة، إشعار الهدي، الهدي يقلد ويشعر ويجلل، والتجليل إنما هو للإبل، يؤتى بفراش أو قطعة قماش وتقطع قدر السنام عرولة عن جمل وتجعل فوقه، إجلال الإبل إشارة إلى أنه من الهدي. الإشعار هو ماذا؟ الجرح في صفحة العنق الأيمن، جرح خفيف ويسلته، بيبان الجرح بيبان الدم، إشارة إلى أن هذا إذا لقيته ضايع في الصحراء وفي طريق ما في حجاز هذا هدي، فيحمل إلى مكة يذبح هناك ويوزع لفقراء مكة. وعندنا التقليد وهو تعليق الخيط أو عشب أو الخلاء والعشب الخفيف على عنق الشاة أو البقر أو الإبل، فالإجلال يخص الإبل، والتقليد للإبل والبقر والغنم، والإشعار للإبل والبقر اتفاقا وخلاف في الغنم، والأظهر أنه تشعر كذلك. البيت الحرام فيه ما يقوم بمصالح الناس دنيا ودين. قال بأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى، ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، فإن تشريعه لذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها، دليل على علمه بما يصلح للعباد. قوله تعالى اعلموا أن الله، اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن عصاه وغفور لمن تاب رحيم به. قوله تعالى ما على رسول الله البلاغ،
أي ليس على الآية أي ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه، فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية، فذلك بيد الله وحده، والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال، وسيجازيكم على ذلك. أين في الهداية؟ هداية البيان للنبي صلى الله عليه وسلم، إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق، هداية التوفيق والإلهام هذه لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب، الآية أي قل أيها الرسول لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء، ولو أعجبك كثرة الخبيث فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم، الآية أي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها، وليست مما يعنيكم على أمر مما يعينكم على أمر دينكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن سؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير، فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن، فلا تسألوا عنها، فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها، والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا، حليم أن يعاقبهم بها. جملة أخيرة والله غفور ما عندنا، غفور ما عندنا. هذا هو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المجرمين المؤمنين جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وقال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف علمهم، كثرة السؤال، لا تكثر السؤال، فإنما يسأل ما ينفعه، أما عن هذا وعن هذا وهذا فقد يحرم من أجل مسألته. نعم. قوله تعالى قد سألها قوم من قبلكم، الآية أي قد سأل عن مثلها قوما ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها. قالوا تعالى ما جعل الله من بشر ولا سائب، الآية أي أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيرة، وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينا، 5 وقيل 10 إذا جبت 5 متتابعين ذكورا أو 10 بحروا قاطعوا أذنها فلا يتعرض لها. أيوه. قال السائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم. قالت بلغ سن معين تسيب، تصير سائبة للأصنام. أيوه. قال الوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى. أي نعم، أنثى بأنثى بأنثى 5 أو 10 هذه يسمونها ماذا؟ الواصلة. قال والحامي وهو الفحل، وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه. أي نعم، فيحمى ظهره لا يركب ولا يتعرض له بل يترك. نعم. لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات، وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام. سيأتينا في سورة الأنعام قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام الذي يذكر اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام زعما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. الآيات. نعم. قال من فوائد الآيات أولا الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق المصالح العباد الدنيوية والأخروية ودفع المضار عنهم. إذا المقاصد المصالح المقصودة في الشريعة تتضمن مصالح دنيانا وأخرانا وديننا، فمصالح الدنيا ليست مهملة أو متروكة بل هي مقصودة. ثانيا عدم الإعجاب بالكثرة، إن كثرة الشيء ليست دليلا على حله أو طيبه، وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي وموافقة الشرع. نعم. ثالثا من أدب المستفتي تقييد السؤال بحدود معينة، فلا يسوغ السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه. أي نعم، ولا غرض له فيه. قال أخرجه البخاري، من أين أخرجه ولماذا أخرجه؟
قال تتبعون سنن مكة بالضبط الضب. قال يدرس يعني يدرس هذا الشيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنة من قبلكم حذو القدة إلى آخره، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. قال البخاري أخرج الضب؟ قال لا، رواه البخاري. قال لماذا أخرج؟ أي نعم. وقال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الكلب هذا ذكر ولا أنثى؟ أصفر ولا أسود؟ باسط ذراعيه، واحدة من يمين وشمال وواحدة فكتها ولا يعني وش دخل؟ لماذا؟ لماذا هذا؟ أي نعم. وما اسمه؟ لا تسألوا عن أشياء ما لا معنى، لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. لكن مثل هذا إذا كان في أخبار إسرائيلية وليس فيها معارضة للشرع وذكرت، الأولى تركها، إن ذكرت لا بأس، والأولى تركها. ولأهل العلم في ذلك مذاهب، ليس هذا هو موضعها. نعم. قال رابعا: ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصلة والحام. إذا الفائدة الثانية في أدب المستفتي، أدب المستفتي. شوف أدب شكون المستفتي؟ السائل. أدب المستفتي هذا من مباحث الأصول، هذا يدل على أن هذا الأمر وهو من علم الأصول، لا بد على العام أن يعرفه، يكون عنده أدب في كيف يسأل، ويسأل عما ينفعه، وليس من الأدب أن يتقعر في السؤال. يتقعر في السؤال: أرأيت إن لم أجد، وإن لم أجد فإن فعل، وإن خرج وإن لم يخرج، وإن 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 وإن، حتى يعني يشدد على نفسه. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول الآية، أي وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الحلال من الحرام، قالوا: يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال. هذا أيضا صنيع بعض المتعصبين لآرائهم ومذاهبهم ومناهجهم ومشايخهم. إذا وقع الخلاف والنزاع قال نرجع للكتاب والسنة، قال يكفينا، احنا وجدنا الآباء والأجداد والمشايخ وكذا. الأصل إذا قيل لك ارجع للكتاب والسنة تفرح مع فهم السلف الصالح. نعم. قال: كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، فلا يتبعهم إلا من هو أجهل من أجهل منهم، من هو أجهل، من هو أجهل منهم وأضل سبيلا، فهم جهلة ضالون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي الآية، أي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف، أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، ونهيكم عن المنكر إلى الله وحده، المنكر إلى الله وحده، إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه. أي نعم. يعني مروا الناس بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولكن لا تذهب نفسكم عن حصلت، عليك نفسك، وليس كما قد يفهم بعض الناس. ولهذا ثبت عن أبي بكر الصديق موقوفا عليه، وجاء من بعض الطرق مرفوعا أيضا، رجحه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تقرؤون آية تحملونها على غير ما كنا نحمل، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل هديته، لتأمرن بالمعروف، ولكن مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحا مطاعا وهبا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعند ذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل هديته، لكن لا يمنعك هذا من أن تأمر وتنهنا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية،
إلي أيها الذين آمنوا إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد عين. نعم من غيركم. نعم. أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين. إن سافرتم فنزل بكم الموت وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله إلا لا ولا عندما يكون فيه التشديد في اليمين اللي يحب يحلف أو تكون مسألة تستدعي الحلف فإن التشديد يعني يحلف في زمن ومكان فيه شدة في زمن فاضل بعد العصر يعني في السحر وقت إجابة الدعاء وفي مكان فاضل في المسجد أو عند المحراب أو عند المنبر كما جاء على بعض أهل العلم. نعم. أي نعم لو 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 حلفت بين الركن والمقام ما حنثتنا. قولهم فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض ولا يحابيان به قريبا ولا يكتمان شهادة لله عندهما وأنهما إن فعل ذلك كانا من المذنبين العاصين لله. قوله تعالى فإن عثر على أنهم استحق الآية فإن تبين بعد التحليل يعني الشاهدان يحلفان أنهما صادقان فيما يقولان فإذا تبين أن وقع فيهم شيء أيوة فإن تبين أي فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما وما حلفنا زورا إنا إن شهدنا زورا لمن لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله. هكذا إذا علم أن في شهادة شيء فلننظر إلى أقرب الناس إلى هذا الميت لعلهم يشهدون بما في الوصية من الحق فيقومان مقام الأولين وما شهدنا إلا بما علمنا قال شهد حقهم شهدنا واعتدينا إنا إذا لمن الظالمين يقول هذه. نعم. قالوا تعالى ذلك أن آية بالشهادة الآية أي ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها فلا يحذفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان وأقرب إلى أن يخاف أن ترد إيمان الورثة بعد إيمانهما فيحلفون على خلاف ما شهدا به فيفتضحان واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين واسمعوا ما أمرتم به سماعا يصحبه قبول والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. أي نعم هذا الذي سبق ذكره أن الشاهدان يوقفان بعد الصلاة ويحلفان أنهما ما كتما الشهادة وأنهما إن كتما فعليهما الإثم والذنب وكذا ثم إذا تبين أنهما كتما واستحق إثما فيأتيان آخران إلى آخر هذا الحكم الذي ذكرناه هذا قال ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة هذا أقرب للإتيان بالشهادة على الوصف الذي ينبغي. نعم. قال من فوائد الآية أولا إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب طاقته فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد ولن يسأل عن غيره من الناس وخاصة أهل الضلال منهم. ثانيا الترغيب في كتابة الوصية مع صيانتها بإشهاد العدول عليها. ثالثا بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية إن من الآثمين والآخر لمن إذا من الظالمين بما هذا الشكل الوارد في الآية بالشكل الوارد في الآية هكذا يقولان. قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل الآية أي أذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها قالوا مفوضين الجواب إلى الله لا علم لنا وإنما العلم لك ربنا إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة. هذا سؤال من السؤالين ماذا أجبتم المرسلين والأول ماذا كنتم تعبدون من تعبدون الله. قوله تعالى
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآية، أي واذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك مريم عليه السلام حين اصطفيتها على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم، ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل عليك، وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه، ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة الطير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا، وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه وتشفي الأبرص فيصير سليم الجلد، وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم، كل ذلك بإذني. ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا إلا سحر واضح. قالوا تعالى وإذا أوحيت الحوارين، أي الآية، أي واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك منقادون. الحواريون قالوا تعالى إذ قال الحواريون يا سيدنا مريم الآية، أي واذكر حين قال الحواريون هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء، فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم توكلوا على ربكم في طلب الرزق وإن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. قالوا تعالى قالوا نريد أن نأكل منها الآية، أي قال الحواريون لعيسى نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله، ونكون عليها من الشاهدين لمن يحضرها من الناس. قال من فوائد الآية أولا إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم، ثانيا إثبات بشرية جليلهم وجليلهم يصحي وإثباته إثبات بشرية المسيح عليه السلام، وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص التي أجرها الله على يديه. ثالثا بيان أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين، وأنها ليست من تلقاء أنفسهم بل تأتي بإذن الله تعالى. قوله تعالى قال عيسى وما كان لنبي وما كان أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله. قالوا تعالى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا الآية، أي فأجاب عيسى طلبهم ودعا الله قائلا ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك للإحياء منا اليوم ومن يجيء بعدنا منا وتكون علامة وبرهانا على وحدانيتك وعلى صدق ما بعثت به وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك وأنت يا ربنا خير الرازقين. قال تعالى قال الله إني منزل عليكم الآية، أي فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام قال إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلى نفسه فسأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا، لأنه شاهد الآية الباهرة فكان كفره كفر عناد وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم. قالوا تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم الآية، أي واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم هل قلت للناس سيروني وأمي معبودين من دون الله، فأجاب عيسى منزها ربه لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته لأنه لا يخفى عليك شيء
تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر وكل ظاهر. قوله تعالى ما قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني بالآية أي قال عيسى لربه ما قلت للناس إلا ما أمرتني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم فلما أنهيت مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيا كنت يا ربي أنت الحافظ لأعمالهم وأنت على كل شيء شهيد لا يغيب عنك شيء فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي. قالوا تعالى إن تعذبهم فإنما عبادك أي إن تعذبهم يا ربي فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء وإن تمن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك فأنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك في تدبيرك. قال الله هذا يوم ينفع صدقهم آية أي قال الله لعيسى عليه السلام هذا يوم ينفع الصادقين صادقي النيات والأعمال والأقوال صدقهم لهم جنات تجري الأنهار من تحت لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا لا يعتريهم موت رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم فلا فوز يدانيه. قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن الآية أي لله وحده ملك السماوات والأرض فهو خالقهما ومدبر أمرهما وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. من فوائد الآية توعد الله تعالى كل من أصر على كفره وعناده بعد قيام الحجة الواضحة عليه. ثانيا تبرئة المسيح عليه السلام من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية. ثالثا أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل فكيف بمن دونهم درجة. رابعا علو من منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقنا. قوله تعالى في سورة الأنعام من مقاصد السور مكية ها إذا الصور التي سبقت معنا إيش بقرة مدنية آل عمران مدنية النساء مدنية والمائدة مدنية الأنعام مكية الأنعام ماذا مكية وقيل أنها نزلت بكلها كلا جملة واحدة يشيعها 70,000 ملك أو 70 ملك والفاتحة أيضا مكية سبق. نعم هذا سورة الأنعام مكية من مقاصد السورة تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين عندنا تقرير حقيقة التوحيد بالبراهين العقلية ونقض الاعتقادات الشركية هذا في المعنى التفسير بسم الله قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الآية أي الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابتة لله الذي خلق السماوات ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق هو الحمد ذكر الله بما هو له أهل ووصفه بالكمال المطلق أما الثناء فليس هو الحمد بل هو تكرار الحمد لله وخلق الليل والنهار يتعاقبان فأظلم الليل وأنار النهار وما هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا لهم هنا رجحوا معنى من معنى التفسير والذين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قيل يعدلون أي من العدول أي ينحرفون عن الله إلى الأصنام وقيل يعدلون من العدل والمساواة يساوون غير الله بالله فهم قالوا
يسوون به غيره، يختاروا معنى من المعنيين. نعم. قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين آية، أي هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق أباكم آدم عليه السلام منهم، ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وضرب أجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة، ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث. قوله تعالى هو الذي في السماوات والأرض يعلم سركم، أي وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما تخفون من النيات والأقوال والأعمال، ويعلم ما تعلنون من ذلك، وسيجازيكم عليها. قوله تعالى وما تأتيهم من آية الآية، أي وما تأتي المشركين من حجة عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بها، فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله، وجاءتهم الآية الدالة على صدق رسولهم، ومع ذلك أعرضوا عنها غير عائبين بها. قوله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم الآية، أي وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح، فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة. قوله تعالى ألم تر أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم الآية، أي ألم يعلم هؤلاء ألم يروا كم أهلكنا ألم يروا أي ألم يعلم هؤلاء الكافرون سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة، فقد أهلك الله من قبلهم أمما كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعطي هؤلاء الكافرين. قوم ثمود وقوم عاد وقوم يعني قوم عاد وقوم صالح كانوا أقوياء. وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم، فعصوا الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي، وخلق من بعدهم أمما أخرى. قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية، أي ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق وشاهدوه بأعينهم وتأكدوا منه بتحسسهم الكتاب بأيديهم لما آمنوا به جحودا منهم وتعنتا، ولقالوا لا يعدو ما جئت به أن يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به. قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا، ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبة إذا نزل. من فوائد الآيات أولا شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية. ثانيا التأمل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها. ثالثا من رحمة الله بعباده أن لم ينزل لهم رسولا من الملائكة لأنهم لا يمهلون للتوبة إذا نزل. قالوا تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، الآية أي ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه، إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم الأمر أمره. قوله تعالى ولقد استهزئ برسل، أي الآية أي فإن استهزئ هؤلاء بظلم بطلبهم إنزال ملك معك بطلبهم إنزال ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونهم ويستهزئون به عند تخويفهم منهم. قوله تعالى قل سيروا في الأرض، آية أي قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسل الله، فقد حل بهم عقاب الله بعد ما كانوا فيه من القوة والمنعة. قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض، أي قل لهم
أيها الرسول، لمن ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما؟ قل ملكها كلها لله، كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعا يوم القيامة. هذا اليوم الذي لا شك فيه الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران. قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار الآية، أي ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها. قالوا تعالى قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات الآية، أي قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيرهم من الأصنام غيرها، أيعقل أن أتخذ غير الله ناصراً أواليه وأستنصرهم وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق فلم يسبق إلى خلقهما، وهو الذي فاطر السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سابق. نعم. قال وهو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد من عباده يرزقه، فهو الغني عن عباده وعباده مفتقرون، وهو يطعم ولا يطعم. نعم. عباده مفتقرون إليه. قل أيها الرسول إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة، ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره. قوله تعالى قل إني أخاف أن عصيت ربي الآية، أي قل أيها الرسول إني أخاف أن عصيت الله بارتكاب ما حرم علي من أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة. قوله تعالى من يصرف عنهم الآية، أي من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة، ذلك العذاب يوم القيامة فقد فاز برحمة الله له، وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانه فوز. قوله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له، أي الآية، أي وإن ينلك يا ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله، المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه، بل الذي لا يعجز شيء ولا يغلبه أحد، الجميع له خاضعون فوق عباده كما يليق به سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه الخبير فلا يخفى عليه شيء. هذا كله زائد ما عندنا، عندنا فلا دافع للبلاء عنك إلا الله. زيد. قال من فوائد الآية أولا بيان حكمة الله تعالى في أنت أدمجت. لا أدمجت 17-18 موجود عندنا. وصل. هذا كان شيخ نسقت مانيش نبش خلاص قلت من فوائد الآية قال من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله، وإن ينالك منه خير فلا منع له من ذلك، ولا رد لفضله فهو قادر على كل شيء لا يجزه شيء. هو الغالب عن عباده المذنب. انتقل بصرك. من فوائد الآيات بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ليكون أبلغ في السماع والوعي والقبول عنهم. ثانيا الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابل تكرار سنن الله تعالى في العقاب. ثالثا وجوب الخوف من المعصية ونتائجها. رابعا قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، فهؤلاء عصوا وعوقبوا، فإذا تكرر العصيان من غيرهم تكرر العقاب عليهم. قال رابعا أن ما يصيب وجوب الخوف من المعصية والنتائج. أيوه. رابعا أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله، وأن ما يصيبه من خير فلا مانع له إلا الله، فلا رد لفضله ولا مانع لنعمته سبحانه وتعالى. نسأله من فضله ونتعوذ به من كل ضر وأذى. قولوا أمين. يلا زيد. قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله الآية، أي قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك أي شيء أجل وأعظم شهادة على الصدق، قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على الصدق، وهو شهيد بيني وبينكم يعلم ما جئتكم به وما ستردون به
وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به، لأنذركم به ومن بلغ، وأخوف به من بلغه من الإنس والجن إنكم. طيب، فقيام الحجة ببلوغ القرآن وفهمه، لابد من فهم الحجة. فإنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى، قل أيها الرسول لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركونه معه. قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون. قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته، أي لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله. إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا. قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا آية، أي واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا، ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله. قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، أي ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرأوا من معبوداتهم وقالوا كذبا والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. والآية لها نظائرها أيضا. قوله انظر كيف كذبوا على أنفسهم، أي انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم، وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقون من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا. قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، أي ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه، لأن جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم، وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل. قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، الكتب الأوائل يعني أساطير لا حق لها، وهذا كلام باطل منهم. قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه، ينهون الناس وينأون يبتعدون، فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعون هم به، وما يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها. قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، أي ولو ترى يا الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله، لو يعني ترى ذلك لرأيت عجبا من سوء حالهم. من فوائد الآيات أولا بيان الحكمة في إرسال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بالقرآن من أجل البلاغ والبيان، وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله. ثانيا نفي الشريك عن الله تعالى وضحض افتراءات المشركين في هذا الخصوص. ثالثا بيان معرفة اليهود والنصارى للنبي عليه الصلاة والسلام برغم جحودهم وكفرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.